السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة صوت العراق، ونقرأ منها مقالا بعنوان الدولة في ظل لا دولة للكاتب كامل سلمان، يقول فيه: الذي حصل في العراق بعد 2003 تمت إقالة جميع كوادر الدولة ومطاردتهم واغتيالاتهم بالجملة لقادة البلد وموظفيها وعناصرها الكفوءة، وإحلال عناصر غير كفوءة جاهلة محل عناصر الدولة الحقيقيين، فانهارت الدولة وسقطت بشكل رهيب، ولم تقوى الدولة بعدها على الوقوف على قدميها حتى بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن. هذا الخطأ الكارثي كان وراءه عدة دول تريد تدمير العراق، وأولها إيران. اليوم الدولة في العراق تقاد من قبل رجالات لا دولة، الأحزاب السياسية التي استحوذت على الحكم بعد سقوط نظام صدام حسين تمتلك الخبرة في الاغتيالات والعمل التجسسي لمصلحة الدول الأخرى، وتمتلك خطاب التجهيل، وتمتلك الجرأة على السرقة. فكيف سيستطيع مثل هؤلاء اللصوص قيادة الدولة وهم لا يمتلكون حتى الولاء للدولة؟ إن السعي والطموح والحلم بالمستقبل الجميل والتطلع نحو العلا كلها سقطت واندثرت مع دخول البلد تحت قيادة شخصيات لا دولة في إدارة الدولة. سقطت على المستوى الشخصي والمستوى الاجتماعي والمستوى الوطني، ومن يحاول أن يكون متفائلاً ولو بنسبة ضئيلة فهذا إنسان مغفل يعيش الغفلة وخداع الذات لا مزايدة على الحقائق. لا يمكن أن تكون الدوافع المذهبية والرغبة في الانتقام للمذهب طريقاً لبناء الدولة، بل كانت سبباً لتدمير كيان الدولة. دولة بحجم العراق وما تملك من مكانة بين الدول تاريخاً وحاضراً سقطت، فهذه حالة لا يوجد لها مثيل في تاريخ الأمم، ولم تحدث في أي بقعة من الأرض، ولن تكون هناك دولة بهذه المقاييس الضيقة. وما الانتخابات والمشاحنات والصرخات والاستعراضات المليونية وحديث المقاومة إلا ترقيعات لقماش بال متهرئ. كشف تقرير بريطاني مطول عن أن العراق أصبح ساحة القتال المفضلة لإيران والولايات المتحدة، وتصاعد ذلك منذ حرب غزة، وفيما بيّن أن الحرب في فلسطين تمثل فرصة لطهران وفصائلها المرتبطة بها لإخراج القوات الأمريكية من العراق. أكد أن واشنطن تمتلك عصا الدولار الذي يمكن لها أن ترفعه لمنع طردها من العراق، لافتاً إلى مفارقة بأن طهران والفصائل المتشددة تستفيد من علاقات العراق الاقتصادية مع الغرب للحصول على الأموال. وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقريره إنه عندما وصل السوداني إلى نيويورك في سبتمبر أيلول الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كانت هناك هدنة بين القوتين الأجنبيتين إيران والولايات المتحدة، حيث جمدت الفصائل المدعومة من إيران هجماتها على القوات الأمريكية. التقرير رأى أن الصراع ربما يكون في أشد حالاته تعقيداً في العراق، ونقل التقرير عن الباحث في معهد تشاتشام هاوس البريطاني ريناد منصور أن الحكومة في العراق ضعيفة ومنقسمة وليست قادرة أساساً على السيطرة على الصراع على حدودها من القوى الأجنبية، مضيفاً أن العراق برز باعتباره ساحة اللعب المفضلة حيث يمكن للولايات المتحدة وإيران أن تتقاتلا فيه، وخطر التصعيد فيه أقل بالنسبة لكليهما، ويمكنهما إبراز قوتهما وتنافسهما على النفوذ. وتابع التقرير القول إنه بالنسبة لإيران وحلفائها العراقيين الذين يهيمنون على حكومة بغداد، فإن الحرب في غزة قدمت فرصة لتحقيق هدفهم. ونقل التقرير عن مسؤول أمريكي كبير سابق وعن مسؤول عراقي قولهما: هناك تنسيق متزايد بين القوى المدعومة من إيران في العراق وحزب الله اللبناني.
ونقل تقرير ميدل إيست آي البريطاني عن المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض أندرو تابلر قوله أنه بدلاً من مهاجمة إسرائيل ما نشاهده في العراق هو المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية. وبعدما لفت التقرير إلى أن المبرر القانوني للولايات المتحدة لوجودها في سوريا يستند إلى اتفاقها مع بغداد، نقل عن تابلر قوله إن أربيل مهمة للغاية لدعم الوجود الأمريكي في سوريا، حيث أن الولايات المتحدة بحاجة إلى أن تكون لديها القدرة على تحريك القوات والإمدادات على الطريق البري بين الحدود العراقية وسوريا. نقل التقرير عن المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا جويل رايمون قوله إن مهمة الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا تعتمد على العراق. وبعدما استعرض التقرير مراحل انخراط العسكري الأمريكي في العراق وسحب القوة منه، قال التقرير إن عجز الحكومات العراقية المتعاقبة عن كبح جماح السلطات القوية لوحدات الحشد الشعبي أدى إلى زرع الخلاف بين بغداد وواشنطن. ونقل التقرير عن الباحث في معهد المجلس الأطلسي الأمريكي عباس كاظم قوله إنه برغم اندلاع قتال بشكل متقطع بين الفصائل المسلحة وأجهزة الأمن العراقية، فإن كلفة محاربة الميليشيات بالنسبة للحكومة في العراق أعلى بكثير من تكلفة الإبقاء عليها. ونقل التقرير عن الباحث في معهد واشنطن الأمريكي مايكل نايتس قوله إن الميليشيات المدعومة من إيران كان لها وجود أكثر وضوحاً في شوارع بغداد خلال فترة ولاية السودان، حيث أقامت نقاط تفتيش جديدة، مضيفاً أنها عززت أنشطتها التجارية أيضاً. نشرت صحيفة الأكسبريس الفرنسية تقريراً جاء فيه أنه بعد أقل من 4 ساعات من الضربات الإيرانية التي استهدفت مواقع في الأراضي الباكستانية، ردت إسلام آباد باستهداف إيران. وهذه الردود غير المسبوقة أثارت مخاوف بشأن اندلاع صراع أكبر في المنطقة. وقالت الصحيفة في التقرير إن باكستان لم تنتظر طويلاً قبل الرد على الضربات الإيرانية، حيث أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أنها قامت بسلسلة من الضربات العسكرية المنسقة بشكل دقيق ضد مخابئ للإرهابيين في جنوب إيران في محافظة سيستان بلوشستان. هذا التصعيد غير المسبوق بين إيران وباكستان التي تمثل الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك السلاح النووي، يأتي في وقت تدور فيه حرب طاحنة بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة أدت إلى تأجيج التوترات في كامل الشرق الأوسط. وترى الصحيفة أن طهران حريصة على إظهار قدرتها على الرد بقوة على كل أعدائها في العالم، حيث إنها قبل استهداف باكستان كانت قد أطلقت صواريخ ضد أهداف اعتبرتها إرهابية وتضم جواسيس للنظام الصهيوني في الأراضي السورية وفي كردستان العراق. ويأتي هذا التصعيد في رد على عمليات الاغتيال الموجهة التي نفذتها إسرائيل ضد مسؤولين إيرانيين، والهجوم الدموي الذي تبناه تنظيم الدولة في محافظة كرمان الإيرانية. وأكدت الصحيفة أن الرد الباكستاني يعتبر غير مسبوق ويخلق مخاوف من اندلاع صراع أكبر في الشرق الأوسط، حيث يحذر مشرف زايدي الكاتب والمحلل السياسي الباكستاني من أن المنطقة تواجه وضعاً خطيراً ولا يمكن التنبؤ به، وقد تولت نداءات من أنحاء العالم كافة لضبط النفس سواء من روسيا أو الصين أو الاتحاد الأوروبي. ومن موقع عربي 21 نقرأ مقالاً بعنوان غزة وانتحار إسرائيل وهزيمة الغرب. يقول الكاتب جمال الدين طالب في مقال لافت تحت عنوان استراتيجية إسرائيل الانتحارية، اعتبر رينو جيرار الكاتب في صحيفة لو فيغارو اليمينية الفرنسية والمناصرة للكيان الصهيوني، اعتبر إطالة إسرائيل حربها على غزة يعد بمثابة انتحار بالنسبة للغرب، لأنه يقدم على طبق من فضة هدية لفلاديمير بوتين ودليلاً يومياً على ازدواجية المعايير في الدروس الأخلاقية للغرب. وكتب لتكن لنا الجرأة على القول إن الصهيونية الغازية هذه تعد انتحارية لإسرائيل وللغرب الذي يدعمها. مثل هذه الاستراتيجية المتمثلة في الطرد القسري لأحفاد السكان الذين عاشوا لعدة قرون في فلسطين لديها فرصة ضئيلة للغاية لقبولها من قبل جيران إسرائيل.
سواء كانوا القريبين أو البعيدين، فهذه هي الوصفة المثالية للحرب الأبدية. وحتى الولايات المتحدة قد تتعب يوماً ما من غطرسة اليمين الإسرائيلي الذي يحرم الفلسطينيين من حقيقة تشكيل أمة. الباحث الإنثروبولوجي والديمغرافي والاجتماعي الفرنسي إيمانويل تود، الذي يعود مرة أخرى لإثارة الجدل بكتابه الجديد هزيمة الغرب وبشكل خاص في سياق الحرب في أوكرانيا، تم انتقاده مرة أخرى بأنه معاد للولايات المتحدة. ويحاجج تود في كتابه بأن أسباب هذا الأفول الغربي حسب رأيه متعددة: نهاية الدولة، الأمة، تراجع الاقتصاد والصناعة، والذي لم يعد يسمح للغرب عموما والولايات المتحدة بشكل خاص بتصنيع الأسلحة لصالح أوكرانيا. ومن أبرز الأسباب برأيه هي الحالة الدينية الصفرية لما أسماه النسيجة أو المصفوفة الدينية، وفي المقام الأول البروتستانتية. تود الذي أنهى كتابه قبل 7 أكتوبر والحرب الإسرائيلية وكان جاهزاً للنشر، قال إنه اضطر لإضافة فصل أخير له بسببها وللإشارة إلى هذه العدمية الأمريكية. وقد عنون الفصل الأخير بالعدمية الأمريكية دليل غزة، ويرى هذه العدمية في دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل، واعتبر أن ذلك الأعراض الانتحارية للولايات المتحدة المندفعة نحو العنف. والآن مشاهدين إلى صفحات الكاريكاتير. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبدا كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين، ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أفادت دراسة أمريكية بأن تناول مكملات الفيتامينات المتعددة بشكل يومي يعمل على تحسين الذاكرة وإبطاء الشيخوخة المعرفية لدى كبار السن. وقدر الباحثون في دراسة نشرت نتائجها الخميس في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن تناول الفيتامينات المتعددة يومياً أبطأ الشيخوخة المعرفية للأشخاص بما يعادل 2 مقارنة بالعلاج الوهمي. وراجع الباحثون خلال الدراسة تأثير تناول اليومي لمكملات الكاكاو ومكملات الفيتامينات المتعددة على الصحة المعرفية للأشخاص. ومكملات الكاكاو هي مكملات غذائية تحتوي على فلافينول الكاكاو، وهي مركبات نباتية لها فوائد صحية محتملة. أما الفيتامينات المتعددة فهي مكملات غذائية تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن، وكلاهما يتوفر في صورة كبسولات.
وشملت الدراسة 5000 مشارك كانت أعمارهم تبلغ 60 عاماً فأكثر، بما في ذلك 573 مشاركاً خضعوا لتقييمات شخصية على مدار عامين، وكان المشاركون يقيمون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وأظهرت نتائج الدراسة أن تناول اليوم للفيتامينات المتعددة ينطوي على فوائد الذاكرة وكذلك الإدراك. والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. وبهذا تنتهي فقرات صدى الأقلام لهذا اليوم، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم على خير.